اخباركم؟ لاباس عليكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه سهله سهله سهله، وحتى المكونات ديالها يعني موجودين في اي بيت. الوصفه ديالنا كنحتاجوا الابيض البيض، وكنحتاجوا الدقيق هذا الرز، الدقيق ديال الرز، النشا ديال الرز، لانه النشا كنعرفوه هو تيكون دقيق ديال الذره، ولكن هذا النشا ديال الرز. معرفش، كنتمنى ان تكون الصوره واضحه، لانه ماشي الرز مطحون، لا، هذا النشا الدقيق ديال الرز، يعني الشكل ديالو بحال المايزينا، ولكن هو المايزينا كتكون مصايبه من الذره، هذا لا، هذا من الرز. نبداو بسم الله. غادي نخلطو، ومن بعد ما خلطناه مزيان البنات كنبداو نطبقوه على الوجه ديالنا، على البشرة ديالنا. حنا عارفين الفوائد ديال الرز، يعني غني عن التعريف.